على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات والتي تأتي هذه السنة نسبيا مبكرا لتحضير أفضل للوقاية ومكافحة الحرائق لهذا الموسم 23. الكل يعلم أن منذ يومين فقط تم تناول هذا الموضوع على مستوى مجلس الوزراء وكان فيه عدة قرارات، والكل يعلم الحرص الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الثروة الغابية وللعمل قصد تفادي الخسائر التي تم تسجيلها في السنتين الأخيرتين والتي مع الأسف تميزت بحرائق مهولة مست العدد الكبير من ولايات الوطن، نتج عنها خسائر بشرية ومادية شملت 150 حالة وفاة ومساحة غابية محروقة بلغت 128 ألف هكتار و17 مليار دينار من خسائر في الثروة الزراعية الحيوانية والسكنات.